تنظيم الدولة الإسلامية والإرهاب لتقويض الحقوق وكبت أبسط الشعوب. طلب مني أن أقدم الكلمة الرئيسية. في هذه الكلمة الرئيسية تحدثت عن الواقع العربي منذ 2011 حتى هذا اليوم، وحاولت أن أستشرف المستقبل، ولازلت عند القناعة بأن ما حصل في 2011 كانت بداية تحول كبير. ستبقى الأمور مفتوحة، ستبقى الأسئلة مطروحة في العالم العربي، طالما أن قضايا العدالة، طالما أن قضايا العدالة الاجتماعية، طالما أن قضايا الحرية، طالما أن قضايا الديمقراطية بأنواعها بأنماطها، قضايا التداول على السلطة بأشكالها المختلفة لم تتطور ولم تتبلور. العالم العربي يبحث عن مشروع ديمقراطي، مشروع إنساني، مشروع حرية، مشروع دول نامية، دول تتقدم لا تهدر الثروات ولا تنهب الثروات. هذا الواقع العربي المفتوح على مصراعيه منذ 2011 و13 و14 والثورة والثورة المضادة الآن يدخل مرحلة جديدة من أفق البحث عن الجديد، لأن لا يوجد حل للأزمة العربية بين المشاريع المختلفة، المشروع الإيراني، المشروع التركي، مشاريع مختلفة مطروحة، التوجه الأمريكي والضغط الأمريكي، أيضا التوجه الصهيوني الإسرائيلي، احتلال وإمكانيات الحرب. العالم العربي يبحث عن نفسه من خلال شبابه، لكن الأسئلة مفتوحة حتى اللحظة، لا يوجد إجابة. برأيي الإجابة ستكون بحل إنساني ديمقراطي تنموي. مؤتمر يتم تنظيمه بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، وذلك للتوقف حول أهمية المؤسسات سواء الشكلية والغير الشكلية التي تفسر تطور المجتمعات وتخلفها. فبالتالي بعد 7 سنوات من الحراك هناك نوع من التراجعات السياسية والاقتصادية والمجتمعاتية في المنطقة العربية، ومنه ضرورة مساءلة هذه المؤسسات، جذر العطالة وجذر الوهن الاقتصادي. ونقترح نحن في هذا اللقاء التوقف على هذه المؤسسات، نوعيتها، هل يمكن استجلابها أو استنباتها من الداخل، وما هي تداعيات توازن وتحديد السلطات، وما هي أهمية تحديد حقوق الملكية وإنفاذ العقود في إخراج هذه المجتمعات من إشكالية التخلف والتقهقر. Social science has explained is importance of institutions. Institutions create the framework of incentives, and incentives change human behavior. And if you want people to be able to live together peacefully, to be able to create value and make more prosperous societies, it's important to have the right incentives, and that means the right institutions. So take a very simple case in democratic transition. If you have a winner-take-all social or political order in which the winner gets total power, you cannot have a democracy. The reason is no one who has power will ever want to give it up, because they know they'll go to prison or they will be confiscated. To have a sustainable democratic system, you need to have institutions that limit governmental power so that those who come into power cannot punish the losers. Otherwise, the losers will never give up power. So to have that limited government and constitutional limits on government power create the institutions that create the incentives that allow people to have a democratic society, that allows people to live together peacefully and to create more and more and more prosperity. I hope that is the future of the Arab world, and that's the topic the scholars here will be discussing. احنا كنا متعودين فقط على كتلتين قويتين في المجتمع، يعني اظن ان الوصول وصل.